قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب اليوم السبت 12/1/2019 مفاجأة عن حقيقة الصورة المتداولة لها بصحبة المخرج خالد يوسف، ودي الصورة اللي هي أثارت الجدل النهارده والتي تناقلتها صفحات التواصل خلال الساعات الماضية، حيث كشفت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على الفيسبوك قائلة: منذ عدة أعوام أعلنت زواجي ولم أفصح عن هوية الزوج لاعتبارات لا تخص أحدا سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان أو الملياردير الخليجي علان، وآلمني جدا ظن البعض أنني قد أقترن برجل لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مرارا أن الزواج عهد لا عقد. واستكملت ياسمين الخطيب: ولما ازدادت الشائعات رواجا اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا. صحبتها أخرى على المستوى الشخصي هدأت بإعلان طلاقي عبر صفحتي الرسمية على الفيسبوك، وأضافت: كانت هذه آخر فصول القصة التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات إجلالا لعصر من العشق الكبير، وحرصا على ما تبقى من الود والاحترام اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا ضاربا بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بخالد يوسف خلال فترة زواجنا غير مبال بتبعات فعلته على الطرفين. وأوضحت ياسمين الخطيب: فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط علي لتأكيد الأمر فنعم كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يسيء إلي وإنما يسيء لناشرها. ودي البوست اللي كتبته على صفحتها على الفيسبوك، دي الصورة اللي أثارت الجدل وكشفت زواج ياسمين الخطيب بخالد يوسف. من ناحية أخرى، تشغل مقدمة البرامج ياسمين الخطيب الرأي العام كل فترة، وكانت شغلته من فترة بعد اعتذار لاعب كرة القدم ومدرب جولدي إبراهيم سعيد لها بعد وصفه لها بالمزة. ياسمين الخطيب وحينها انهالت التعليقات المؤيدة لإبراهيم سعيد في وصفه لها، خاصة وأن متابعيها دوما ما يقارن بين جمالها وجمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. انتوا ايه رأيكم؟ تشبه هيفاء وهبي؟ مين الأجمل؟ شاركونا بالتعليقات. وإليكم حوار معها تكشف فيه الكثير عن حياتها الأسرية. ماذا عن حياتك الأسرية؟ أقدس الحياة الأسرية رغم مروري ببعض القلاقل فيها، فقد تزوجت من المستشار أحمد جلال إبراهيم بمجلس الدولة ابن المستشار جلال إبراهيم الرئيس الأسبق لنادي الزمالك. ده زوجها الأول. ولهذا فأنا وأبنائي زملكاوية جدا، فابني الأكبر أدهم والابن الثاني جلال لديهما مواهب أقوم بتنميتها، ونذهب إلى نادي الزمالك لتنمية مهارتهما. هنا مع ابنيها صور متفرقة. وأدهم موهوب في كرة القدم ويتدرب كحارس مرمى في نادي الزمالك، أما جلال فهو موهوب في السباحة مثل والده الذي كان من أبطال السباحة في مصر. أنا في البحر مفتخرة بيهم طبعا.
ولكن ياسمين الخطيب لم تعتمد على مقومات جمالها فقط لتصل لشهرتها، بل خاضت أكثر من مجال لتصل لما كانت تتمناه من الشهرة. نمرة واحد، ياسمين الكاتبة. تنتمي ياسمين لأسرة عريقة في مجال الطباعة والنشر في الشرق الأوسط، وورثت عن جدها مؤسس دار نشر الخطيب للكتابة، ولها العديد من المؤلفات، منها التاريخ الدموي والحالة إيه وقليل البخت يلاقي الدقن في الثورة وكنت في رابعة، وهما عبارة عن مجموعة مقالات لرصد ما حدث أثناء 25 يناير و30 يونيو. وفي الكتاب الثاني تروي ما شهدته أثناء تواجدها في رابعة العدوية وهي متنكرة بنقاب في الاعتصام الذي تبع عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وهنا كانت كتبت شكوى إلى السيد وزير الداخلية: سيادة الوزير، ذكر رجالك الساهرين بلجان المرور أن يضعوا نصب عينهم حقيقة عملهم المقدس الذي يلزمهم بحماية المواطنين وليس ترويعهم. وهنا كتبت برضو: ترددت كثيرا قبل أن أكتب. نمرة 2، الرسامة التشكيلية، وهي المهنة المقربة لقلبها ياسمين الخطيب. درست الفنون التشكيلية التي ساهمت كثيرا في تكوين شخصيتها، وتقيم كثيرا من المعارض لعرض لوحاتها، وأغلفت الكتب التي ترسمها. فنانة تشكيلية ضمن مواهبها. نمرة 3، الزملكاوية. رغم تقديمها لبرنامج رياضي، ولكنها لا تخشى الإعلان عن انتمائها لتشجيع نادي الزمالك، وذلك بنشر صورا لها وهي ترتدي ثيابه البيضاء. أنا مرتدية تيشيرت الزمالك، شجع الزمالك. هي أيضا الأم، فقد يخدعك جمال ياسمين الخطيب وتظن أن الأمومة بالنسبة لها مجرد حلم، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فياسمين لديها ابن في فترة المراهقة، ولا تخجل من الاعتراف بذلك. ده أدهم جلال. الجمال وراثة، وكالعديد من الجميلات دوما ما يشكك البعض في جمالهن إذا كان حقيقي أم بسبب المكياج وعمليات التجميل، ولكن ياسمين قررت قطع الشك باليقين بنشر صورة لوالدتها لتثبت أن جمالها وراثة. هنا مع والدتها الجميلة، نفس العيون والجمال. كيف توفقين بين واجباتك الأسرية ونجاحك ككاتبة وفنانة تشكيلية؟ تنظيم الوقت سر نجاح أي إنسان في الحياة، ولهذا أحرص دائما على تنظيم الوقت بين أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، فأنا أعمل على تواصل الأجيال، ليس على مستوى عائلتي فقط من حيث التواصل بين أولادي وأجدادهم وإخوالهم وخالاتهم، بل والتواصل مع أجداد الأولاد لأبيهم وكذلك أعمامهم وعماتهم، لأن قيمة الإنسان ترتبط إلى حد كبير بنجاحه في التواصل مع محيطه الاجتماعي. هنا مع ابنها: من هو مثلك الأعلى في مجال الفن التشكيلي؟ على المستوى العالمي فريدا كاهلو، فنانة تشكيلية مكسيكية وتعتبر من أهم فنانات أمريكا اللاتينية. وعلى المستوى المحلي مثلي الأعلى الفنان عبد الهادي الجزار، لأنه كان فنانا موهوبا وهو أيضا رائد الكلاسيكية الحديثة في مصر، كما أنه ترك دراسة الطب وقرر دراسة الفن التشكيلي والعمل فيه، وكان ينتمي لعائلة أرستقراطية جدا، لكنه في الوقت نفسه كان مهموما بمشكلات المهمشين، وأشهر لوحاته الجوع. هنا نشرت صورة أم كلثوم على حسابها على الفيسبوك. دي ياسمين الخطيب على حسابها على انستجرام. كيف يسير يومك في العمل؟ أنا عكس كل الناس الطبيعيين الذين يعملون نهارا ويستريحون ليلا،
لأن حياتي مثل غالبية الكتاب المبدعين والفنانين الذين يعتبرون الليل ملهما لهم، وهذا ما يجعل يومي إلى حد ما غير طبيعي. فكثيرا ما أبدأ العمل من الساعة 9 مساء وأظل مستيقظة حتى الصباح لتجهيز الولدين للذهاب للمدرسة، إذ أجهز لهما فطورهما ثم أذهب إلى النوم، وهذه تكون المرة الأولى التي أنام فيها حتى يعود من المدرسة، فأجهز طعام الغداء وأسترجع معهما ما درساه في اليوم